السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابة أحييكم على حضوركم الدورة التدريبية لإعداد مقيمي مكافحة العدوى بمراكز التأهيل الشامل تحت إشراف الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. معكم أختكم رانيا النهدي. اليوم راح أقوم بعمل هذه الدورة اللي إحنا قررنا نعدها لمقيمي مكافحة العدوى في مراكز التأهيل الشامل. طبعا احنا قررنا انه احنا نحط معايير لهذا القسم لاهميته. هذا القسم يقوم بجمع وفرز وتطهير وتوزيع المفروشات، الملابس الشخصيه، والزي الرسمي للعمال وغيرها من الاقمشه او المنسوجات اللي بتلامس بشرتنا بشكل يومي او يتم استخدامها بشكل روتيني. لذلك احنا دورنا هنا الاهتمام التام بنظافتها وحرصنا على القيام بتطبيق معايير مكافحة العدوى عشان إحنا نرفع الوعي الصحي للمقيمين وأيضاً نقلل من معدلات العدوى بشكل خاص. طبعاً زي ما قلنا الاستخدام اليومي لهذه المفروشات أو الأنسجة غالباً ما تكون ملوثة بعد الاستخدام، إما أن تكون ملوثة بسوائل الجسم سواء الدم أو القي أو بوجود ميكروبات معدية أو غير معدية. فلذلك من الصعب أنه إحنا نحدد هل هي ملوثة أو غير ملوثة بالعين المجردة، فعلينا إحنا نعتبرها بشكل واضح ملوثة بميكروبات وبأعداد كبيرة جداً. تطبيق احتياطات مكافحة العدوى عند التعامل مع الشراشف مهم جدا. فهدفنا في هذا القسم انه احنا نقلل معدلات العدوى الناتجة عند التعامل مع المفروشات والشراشف الملوثة عن طريق توعية المتدربين بمعايير مكافحة العدوى في قسم المغسلة. مشرف المغسلة طبعاً له عدة مسؤوليات، من ضمن هذه المسؤوليات المراقبة والإشراف على تطبيق سياسة مكافحة العدوى في قسم المغسلة، وأيضاً التواصل مع العاملين بالأقسام مهم جداً، التأكد أيضاً من تدريب جميع العاملين بالأقسام أو بالقسم قسم المغسلة المقصود هنا من التدريب الجيد، وأيضاً التعامل بطريقة آمنة مع المفروشات والشراشف. العاملين بقسم المغسلة لديهم أيضاً عدة مسؤوليات، من ضمن هذه المسؤوليات جمع ونقل الشراشف المستعملة من الأقسام إلى المغسلة. راح نتوقف عند جمع هذه الشراشف. الجمع هنا يجب أن يكون بحذر وبكل هدوء وبرفق، لأن عندما يقوم العامل بنفض الأقمشة هنا أو الأنسجة بطريقة يعني غير هادئة، إحنا هنا راح نقوم بعملية نثر أو انتشار الميكروبات الموجودة على الشراشف، الغبار وغيرها من الأجسام الملوثة في الأرض، في الأسطح وفي الهواء. لذلك يجب التعامل مع الشراشف الملوثة بهدوء وبرفق. أيضاً من ضمن مسؤوليات العاملين بالقسم الفرز والتعامل مع الشراشف أيضاً باستخدام القفازات وتطبيق الإجراءات القياسية لمكافحة العدوى. توزيع ونقل الشراشف النظيفة إلى الأقسام بطريقة آمنة باستخدام عربات مغلقة. العربات المغلقة مهمة جداً سواء للشراشف الملوثة أو للشراشف النظيفة. الشراشف الملوثة الهدف من استخدام عربة مغلقة لمنع انتشار الميكروبات وغيرها من المواد الملوثة في الهواء وفي الأسطح البيئية. وبالنسبة للملابس النظيفة، استخدام العربات المغلقة أثناء النقل من المغسلة إلى الأقسام لحفظها نظيفة طاهرة، وعند استخدام المريض لها تكون جاهزة. راح ننتقل الآن إلى معايير مكافحة العدوى في المغسلة.
المعيار الأول يتوفر سجلات خاصة بدرجات حرارة الغسيل والصيانة الدورية. إذن هنا المقيم يجب عليه أن يسأل هل توجد سجلات؟ وما هي درجات الحرارة المستخدمة لمدة أثناء دورة الغسيل عفواً، أو أثناء دورة التبييض، أو أثناء دورة الشطف في لها درجات حرارة معينة. هنا يجب أن تسجل في المستندات. أيضاً المواد الكيميائية المستخدمة يجب تسجيلها أيضاً في المستندات، بالإضافة إلى الزيارات التي ستقوم بها شركات الصيانة، سواء لفحص الغسالات أو المجففات، لمعرفة ما إذا هذه الأجهزة تقوم برفع درجات الحرارة المطلوبة التي سيتم ذكرها لاحقاً، لتقوم بعملية التنظيف والتطهير المطلوب. أيضاً يقوم بعملية المراقبة والتأكد من وجود هذه السجلات الخاصة في قسم المغسلة. المعيار الثاني، دورة الغسيل تتم عند درجات حرارة لا تقل عن 71 درجة مئوية ولمدة لا تقل عن 25 دقيقة، وطبعاً زي ما ذكرنا إنها يجب أن توثق في السجل. المستندات عبارة عن تسجيل درجات الحرارة الماء المرتفعة ومدة دورة الغسيل في السجل، ويتم ذلك بشكل دوري. أيضا التأكد من مدة دورة الغسيل ودرجات الحرارة المحددة في السجل. يتم غسل المفروشات التي لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة بدرجة حرارة منخفضة من 22 إلى 50 درجة مئوية، ويتم استخدام مركب الصوديوم هو هايبوكلوريت للتطهير الكيميائي في دورة الشطف النهائي. طبعا في المستندات هنا نقوم بعملية تسجيل، تمام، تسجيل درجات الحرارة، حرارة الماء المنخفضة ومدة دورة الغسيل كما ذكرنا سابقا. أيضا من ناحية المراقبة نتأكد إحنا من وجود المسحوق الكيميائي المخصص لدرجة الحرارة المنخفضة، وهو الصوديوم هايبوكلوريد. أيضا توفر لوحات تثقيفية خاصة بممارسات نظافة الأيدي والواقيات الشخصية في جميع مناطق قسم المغسلة. التأكد هنا عن بالمراقبة عن تواجد لوحات في أماكن مخصصة، زي مثلا حوض غسيل الأيدي. طبعا هذه اللوحات تشمل شرح تفصيلي لكيفية ممارسة نظافة الأيدي، سواء بالكحول أو سواء بالماء أو الصابون. أيضا نتأكد من وجود لوحات تثقيفية عن كيفية لبس وخلع القفاز أو الماسكات أو اللبس الواقي. فصل المنسوجات المتسخة والنظيفة أثناء النقل. مهمة المقيم هنا السؤال عن كيفية التعامل مع المنسوجات المتسخة والنظيفة والمراقبة التامة كيفية الفصل بين هذه الملابس أثناء عملية التجميع والنقل والفرز. أيضا يجب وضع لون مختلف أو إشارة تدل بنوع الغسيل، سواء نظيف أو متسخ، على العربات اللي تم ذكرها سابقا. يتم استلام المنسوجات في حاويات مغلقة ومخصصة للمنسوجات الملوثة. هذه الحاويات زي ما ذكرنا أيضا تكون مغلقة بإحكام عشان يعني ما تتلامس مع الأسطح البيئية وتسبب عندنا تلوث أثناء النقل. أيضا يجب الالتزام بارتداء ملابس الوقاية الشخصية أثناء استلام المنسوجات. هنا في هذا المعيار إحنا لازم نراقب، نلاحظ هذا الشيء بالعين المجردة. يعني يتم تنظيف وتطهير عربات نقل المنسوجات الملوثة بعد كل استخدام. طبعا هنا يقوم المقيم بالسؤال ما هي الأدوات المستخدمة لتنظيف وتطهير العربات، كيفية تنظيف هذه العربات، وأيضا نتأكد أثناء المراقبة من نظافتها بالذات إذا كانت فارغة.
توفير مستلزمات الوقاية الشخصية من قفازات وكمامات ومريول لتغطية الجسم بالكامل في مناطق بالذات العمل الملوثة والنظيفة أيضا. هنا المقيم يقوم بعملية السؤال ما يتم استخدامه يعني من مستلزمات الوقاية الشخصية عند التعامل مع المنسوجات بشكل عام. طبعا السؤال هنا الهدف منه اختبار الوعي الصحي لدى القسم من عاملين ومشرف مغسلة، وأيضا عندنا المراقبة يعني يتأكد من ارتداء مستلزمات الوقاية الشخصية عند التعامل مع المنسوجات. أيضا يتأكد من توفر مستلزمات الوقاية الشخصية بجميع المناطق أو بجميع مناطق العمل في المغسلة من قفازات من ماسكات وغيرها تم ذكرها سابقا. أيضا توفر محلول الدلك الكحولي وأحواض لغسيل الأيدي مزودة بالصابون السائل والمناديل الورقية بمناطق العمل بالمغسلة. يعني يقوم المقيم هنا بالسؤال متى يتم استخدام محلول الدلك الكحولي ومتى يتم استخدام أيضا الماء والصابون السائل. كما ذكرنا سابقا الهدف من السؤال معرفة الوعي الصحي لدى العاملين بقسم المغسلة. المراقبة بالعين المجردة من توفر أحواض لغسيل الأيدي ومحاليل الدلك أو المحاليل الكحولية في أماكن العمل المخصصة. أيضا يجب أن تكون سهلة الوصول إليها، يعني ما تكون حاطينها أماكن بعيدة جدا صعب الوصول إليها. لا يسمح بتناول مأكولات والمشروبات داخل القسم المغسلة. زي ما كنا هنا نتأكد بالمراقبة والتحقق من عدم وجود أي مأكولات أو مشروبات في القسم. راح نعرض لكم بعض الصور التي تبين لكم بعض أخطاء يعني في المغاسل. مثلا هنا يعني زي ما أنتم ملاحظين العامل يقوم بعملية ترتيب المنسوجات أو المفروشات فوق طاولة خشبية. الطاولة الخشبية صعب من الصعب تنظيفها وتطهيرها طبعا، ولذلك لا يسمح باستخدامها في قسم المغسلة. أيضا العامل لا يرتدي الزي الرسمي للعمل، وبذلك يقوم بعملية نقل الميكروبات من الخارج إلى داخل المغسلة. أيضا لدينا بالجهة اليمنى العربة، احنا تكلمنا إنه العربة يعني لازم تكون مغلقة بإحكام. هنا زي ما أنتم ملاحظين عربة خشبية صعب تنظيفها وتطهيرها وأيضا غير مغلقة، لذلك لا يسمح باستخدامها في المغاسل. أيضا لدينا هنا على اليسار أو الجهة اليسرى ممسحة ومكنسة، طبعا أيضا لا يسمح باستخدامها في المنشآت الصحية لأنها تقوم بعملية جمع الغبار والأتربة والميكروبات وأيضا نقلها من قسم إلى قسم آخر، ولذلك لا يسمح باستخدامه. نلاحظ الوسادات هنا أو المخدات تم إعادة غسلها وإعادة استخدامها، ولا يوجد مصدر صحي أو علمي بإعادة غسل الوسادات واستخدامها بعد ذلك. الملابس غير مغلفة هنا، طبعا في المنشآت الصحية الكبيرة يجب تغليفها، ولكن في المراكز يعني إذا كانت التخزين جيد يمكن التغاضي عن تغليف الملابس. زي ما انتم ملاحظين هنا الفلاتر طبعا غير نظيفة ويتراكم فيها الغبار والأتربة والميكروبات، مما يسبب تلوث بيئي في قسم المغسلة. وهنا دور الصيانة أو شركة الصيانة بعملية تنظيف هذه الفلاتر وتسجيل ذلك في السجلات الخاصة بقسم المغسلة التي تم ذكرها سابقا. طبعا في ملاحظات أنا حابة أذكرها مهمة جدا في قسم المغسلة قبل الانتهاء من هذه الدورة، راح أقولها بنقاط يعني على السريع. التعامل مع المفروشات يجب أن يكون بأسرع وقت ممكن، زي ما ذكرنا لأنها ملوثة أو نعتبرها ملوثة بشكل كبير. أيضا يجب أن لا يتم فرز المفروشات المستخدمة من غرف العزل، إذا في غرف عزل يجب لا يتم فرزها ويتم جمعها يعني على طول في أكياس قابلة للذوبان في الماء لوضعها مباشرة في الغسالة. طبعا درجات الحرارة المستخدمة للتجفيف والكي طبعا هذه بتعطي تأثير إضافي للتطهير ضد الكائنات أو الميكروبات الحية.
العاملين في القسم طبعا لا يجوز للعاملين في مجال الرعاية الصحية غسل الأزياء الرسمي في منازلهم، بل يفضل أن تغسل في قسم المغسلة في المركز. يجب فحص الغسالات بانتظام للتأكد من أنها تؤدي معيار التطهير المطلوب، وأن الغسالات قادرة على رفع درجات الحرارة إلى الدرجات المطلوبة لإتمام عملية التطهير. طبعا تقريبا خلصنا المحاضرة، وإن شاء الله يكون استفدنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.